السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا اليوم خويا داروا له موضوع في مادة العلوم الطبيعية، أنا رايحة نقراه لكم، نحاول ندير لكم الحل، إلا ما درته لكمش سامحوني. إذا بسم الله. التمرين الأول: في أحد المزارع أجرى فلاح تلاقح بين بعض الحيوانات فتحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي: أزواج الحيوانات يعني ذكر وأنثى، تلاقح وناتج تلاقح يعني الأنسال، ثور وبقرة تلاقح ممكن ناتج عجل خصب جنسيا، حمار وفرس التلاقح ممكن بغل عقيم جنسيا. أزواج الحيوانات واحدة أخرى كان طائر حسون زائد كناري ممكن بندق عقيم جسمي جنسيا، وسمك السردين زائد أنشوا غير ممكن ما كانش كاين ناتج، وكبش زائد نعجة ممكن، وعطلنا خروف خصب جنسيا. إذا الأسئلة: التعليمات: حدد من بين الحيوانات المذكورة في الجدول التي تنتمي إلى نفس النوع مع تحليل الإجابة، اذكر المعايير التي اعتمدت عليها في تصنيفك هذا النوع من الحيوانات، واستنتج من خلال تصنيفك تعريفا للنوع. هذا عبارة عن التمرين الأول اللي عليه يدار التنقيط بسيطة، ما داروش تنقيط. المهم نروحوا للتمرين الثاني: يلجأ المزارعون في كثير من الأحيان إلى الإكثار من بعض النباتات، وذلك لتلبية حاجيات المستهلكين، حيث يتم اعتمادهم على البعض من أنماط التكاثر. أعطوا لكم سند الوثيقة الأولى وسند الوثيقة الثانية، النبات الأول والنبات الثاني. الوثيقة الثانية اللي هو النبات الثالث: تتكاثر نبات الطماطم بعد نثر البذور من طرف المزارعين، تنتج في الظروف المناسبة لتعطي نباتا جديدا. الجزء الخضري يمر بعدها بمرحلة الإزهار ثم الإثمار ليعطي ثمارا بها بذور يعني بيضة ملقحة. اعتمادا على معلوماتك والسند أجب عن التعليمات التالية. في آخر الفيديو راني راح أخليكم الصور تاعو. أولا، حدد نمط التكاثر عند كل نبات من النباتات الممثلة في السند، اشرح الاختلاف بين أنماط التكاثر عند هذه النباتات، استنتج العوامل المساعدة على انتشار نواتج التكاثر عند هذه الحيوانات النباتات عفوا نباتات هنا يلقط الحيوانات نباتات. الوضع خلاص، هذا هو التمرين الثاني. نروح إلى الوضعية الإدماجية: خلال قيامك برحلة إلى مدينة بجاية، شد انتباهك تهافت العديد من الأشخاص لإطعام القرد البربري قرد الماغو، إلا أنه انزعج من بعض الزوار الذين راحوا يقذفونه بالحجارة، فأوقفتهم نتايا ونبهتهم إلى قيمة هذا الحيوان. راحوا يرميوا عليه بالحجر، انت حبستهم ووريت لهم قيمة هذا الحيوانات. السند: يعتبر القرد الماغو من الثدييات المستوطنة في الغابات مثل غابة ياكورن ببجاية وحظيرة تاز بجيجل، وقد أدرج سنة 2009 ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، خاصة بعد التدهور الكبير للغطاء النباتي في وسطه الأصلي نتيجة الحرائق والتوسع العمراني. إذا الوثيقة الثانية، هذه الوثيقة الأولى، هذه الثانية وهذه الثالثة. إذا يتكاثر الماغو وفق الفصول، بحيث تدوم مدة الحمل 210 يوما، وتكون الولادات في الربيع الذي يتميز بالطقس اللطيف ووفرة الغذاء مثل البلوط وأوراق الأشجار البذور وحتى الديدان. أما الصغير فتتكفل أمه بإرضاعه، وهذه لافتة لعدم إطعام القرد بحظيرة وطنية. التعليمات: اعتمادا على مكتسباتك والسياق والسند، بين أسباب تعرض قرد الماغو للإنقراض، استخرج العلاقة بين استراتيجيات التي يتبعها قرد الماغو في تكاثره وتعرضه للإنقراض، وقدم حلا للحفاظ على هذا الإرث البيولوجي من القردة. هذا هو الموضوع تاع العلوم، كما قلت لكم في آخر فيديو راني راح نخلي لكم الصور تاعو، إن شاء الله يفيدكم وإن شاء الله يطرح لكم نفس الأسئلة في الفرد. بالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة.